عشرة على الشجرة خير من عصفور منفرد بين أصابعك وفي ثنايا دماغك، عصافير مضيئة تتقافز لتقلب أفكارك. أطلقها، اسمح لها بالتحليق في سماءات الغد. تموت الفكرة التي لا تتنفس، لا ترفرف، لا تعمل ولا تنتج. بنينا باهتمام مصنعا للأفكار الإبداعية والمحتوى القيمي، واخترنا أن يكون منصة للملهمين، منصة القيم الإلكترونية. وبكل شغف حركنا أتراس المصنع أهدافا تأخذنا صوب غايتنا في تعزيز القيم. نرفع مستوى الوعي، نصوغ تعريف القيم، نزيد المحتوى العربي، نجمع المشاركين بالمتلقين، نساهم بتغيير السلوك، نتيح مجالا للتطور. بقدر براعة الصانع تبدو المنتجات أكثر تشويقا. نسعى في مصنعنا إلى جذب المبدعين ليساهموا في تحريك دفة الأتراس وإثراء المحتوى، وأيضا أصحاب المؤسسات المهتمين بالقيم، لنجمع الملقي بالمتلقي في مساحة تعنى بالقيم، سهلة التبويب، متاحة للجميع، ممكنة للتفاعل. هي الأولى من نوعها في هذا المجال. تحدث كي أراك، تصرف كي أعرفك، وتعامل معي كي أفهم قيمك. أنت رسالة المجتمع، فاكتب ما تحب أن يقرأ، وشارك في منصة القيم بما لديك من وسائط. تصويرك، تصميمك، صوتك، أيا كان محتواك، نحن نحتويك بقيمنا لغد أفضل. الفكرة هي ابنة صاحبها وسفيرة تأثيره. بالأمس تعمل في مساحتك لوحدك، واليوم نحن معا نعمل بإحساسنا وشغفنا، نعمل للغد.